مرحبا بك في قناة دي زد بلس ام. السلام عليكم خاطية، الموضوع تاع نهار اليوم راح يكون حول افضل بلد مصنع لهواتف سامسونج، وهل توجد بلدان اخرى تصنع هواتف سامسونج بجودة سيئة او مقلدة؟ مثلا في الجزائر عندنا فكرة، وهي انه افضل الهواتف سامسونج هي التي تم تصنيعها في دولة الفيتنام. وفي الوقت الحالي توجد هواتف سامسونج المصنعة في الهند بكثرة في السوق الجزائرية، وهذا الشيء خلى بزاف جزائريين يتساءلوا حول جودة هذه الهواتف وإذا كانت أصلية أو مقلدة. وأنا شخصيا تلقيت هذا السؤال بكثرة. باش يكون في علمكم خاوتي، خدمت زوج فيديوهات راهم في القناة تكلمت فيهم على طريقة ولا كيفية معرفة وكشف هواتف سامسونج المقلدة، راح أخلي لكم رابط تاعها في التعليقات، دخلوا تفرجوها فيها معلومات راح تفيدكم. اشترك معنا واستفد من الفيديوهات. اتصالات الجزائر، مودام، انترنت، واي فاي. اوكي، نكملوا مع الموضوع تاعنا تاع اليوم. اول شيء لازم تعرفوه خاطي هو انه شركه سامسونج هي اللي تصنع الهواتف وليست الدول. شركه سامسونج المركز تاعها في كوريا الجنوبيه، وشركه سامسونج عندها بزاف فروع في دول مختلفه، من بينها الصين، الهند، تايوان، اندونيسيا والفيتنام. شركة سامسونج شركة عالمية وعندها الاسم تاعها، فالجودة المصنعة في كوريا الجنوبية أو في الفيتنام هي نفس الجودة المصنعة في الهند، فمن غير المنطقي أن تصنع الشركة هواتف بجودة عالية وأصلية في دولة وهواتف أخرى بجودة رديئة وسيئة أو مقلدة في دولة ثانية. ممكن في بعض الأحيان نلقاو هاتف مصنع في دولة به خصائص غير موجودة في نفس الهاتف لكن مصنع في دولة أخرى. مثلا نلقاو هاتف فيه انترنت الجيل الرابع فقط مصنع في دولة معينة، وهاتف ثاني من نفس النوع لكن مصنع في دولة ثانية به انترنت الجيل الخامس، لكن هذا الشيء لا يعني أن الهاتف الأول سيء أو مقلد. مراجعة منتوجات وفيديوهات متنوعة، مشاكل وحلول، تجارب ونصائح. سو خوتي، هنا نكون وصلت لنهاية تاع الفيديو تاع نهار اليوم، اللي نتمنى نكون فدتكم من خلاله ولا من خلال المعلومات اللي قدمتهم لكم عن طريق هذا الفيديو. إذا استفدتوا ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب أسفل الفيديو وتشجعونا في التعليقات. كذلك إذا عندكم سؤال ولا استفسار تقدروا تخلوه لي في التعليقات ولا تواصلوا معي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو انستغرام. ما عليكم غير تكتبوا دي زد بلس ام، راح تخرج لكم القناة خاوتي. اشتركوا في القناة وتواصلوا معايا، راح نحاول نجاوبكم في أقرب وقت وبالمعلومات اللي نقدر عليها. كذلك إذا أنت أول مرة تشوف محتوى القناة وعجبك واستفدت منه، مرحبا بك خويا، ما تنساش تشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس باش كل ما نخدم فيديو جديد راح يوصلك. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم خاوتي، نتلاقاو في فيديو جديد. سلام.